في موضوع الحمد بالذات زي كل موضوع تاني في الدنيا بيعتمد تماما على تركيز الإنسان، أنا باصص فين. فكل قصة في كل قصة حياة ممكن نبص عليها نظرة تلاقيها معتمة، يعني فين المشاكل هنا هلاقيها، فين البلاوي، فين الحاجات الوحشة، فين اللي أنا مش قادر أعيش بيه. عبارة عن سؤال بسأله لنفسي، لو سألت نفسي سؤال تاني هو إيه الكويس، إيه الحلو، إيه الفرص النهاردة، هيبتدي مكنة تانية تشتغل في مخي. فالإنسان اللي عنده الامتنان والحمد بيبقى عنده العصب المبهم شغال مظبوط، بيخلي ضربات القلب مظبوطة، هو أقل عرضة لأمراض الضغط العصبي زي القلب والضغط في الحاجات المعروفة، بس زي كمان الديسك في الظهر والانزلاق الغضروفي، أقل عرضة للأمراض المناعية لا قدر الله السرطان وأشبهها، أكثر شرايين مخه أوسع فيزيكلي، شكل مخه مختلف، فبيبدأ يفكر بطريقة أوسع، يبقى عنده ساعة حيلة، عنده قرار أفضل ياخده في حالة لما يلاقي فرصة قدامه. طب الواحد يعمل إيه عشان يمشي عكس مخه وعكس المجتمع وعكس التيار وساعات كل حاجة بتجبره على الشكوى، يعمل إيه عشان يمرن المخ؟ لأن ده تدريب زي تدريب الجيم بالظبط، مخ عضلة، عاوزين ندربه على الحمد والامتنان. أنشط وقت للعقل الباطن بيبقى قبل ما الواحد ينام بنص ساعة وأول ما يصحى في أول نص ساعة، بنمسك ورقة وقلم ونكتب ثلاث حاجات في اليوم عجبوني النهاردة. مش مهم الحاجات دي تكون حاجات كبيرة، مش مهم يكون أنا كسبت عدد كبير يعني في فلوس كتير مثلا أو اترقيت، ممكن تكون حاجات بسيطة جدا، نظرة حلوة من حد، حضن من حد من ولادي، طعم أكلة حلوة أكلتها. الفكرة في ده مش أنا بتكلم عن إيه، الفكرة في ده هو تدريب المخ على إيجاد ده. بعمل ده كل يوم لمدة 30 يوم ورا بعض، بيبدأ المخ طول اليوم يدور على، عشان أنا عندي التزام، أنا في آخر اليوم هكتب حاجة من الحاجات اللي أنا مبسوط منها، فبيبدأ طريقة التفكير تتغير، أبدأ أدور على الحاجات الكويسة في القصة اللي بين إيديا، وبالتالي أعيش في حمد وامتنان، يتظبط جسمي ومناعتي وكيمياء مخي والحالة الذهنية بتاعتي والحالة النفسية بتاعتي. أنا برشح كتاب للناس تقراه في الموضوع ده اسمه Stop Worrying and Start Living بتاع كاتب ديل كارنيجي، أو هو مترجم للعربية اسمه دع القلق وابدأ الحياة. الكتاب ده بيعلمنا ازاي نكسر العادة دي ونبتدي نتعامل مع يومنا بطريقة مختلفة وندي الحاجة حجمها، فيبتدي نفضي دماغنا شوية من القلق والمخاوف ونخش في حتة يعني أنقى وأكثر نورا وأوسع، عشان أبدأ أتعامل مع القرارات اللي باخدها كل يوم بطريقة أفضل وأنا أهدى ومن منطقة محايدة وسليمة.